نروح لتقرير على أجواء تخفيضات الأوكازيون الصيفي في بلدنا مصر، والعالم يشهد تضخمات مخيفة في الأسعار. بالمناسبة الشتاء القادم يحمل مفاجآت جيدة لبعضهم وسيئة للبعض الآخر. طيب، فالتخفيضات بتاعتنا في مصر بتوصل في الموسم لحوالي 55%، وطبعا الهدف من ده كله هو تنشيط حركة البيع، التخفيف على المواطن، وهيفضل ممتد هذا الأوكازيون لحد إن شاء الله أول الشهر، لحد أول أكتوبر. انزل هات الحاجة بإذن الله، فرح العيال، ابدأ عام دراسي جديد سعيد بكل التوفيق لأولادنا. الأوكازيون يا جماعة ليه 3 فوائد كلنا حافظينها. 1، أنا كمواطن ولي أمر هستفيد من التخفيضات جدا. 2، أخويا اللي بيبيع رواج. 3، أخويا المصنع بينشط الصناعة بتاعته، يعني رواج، تنشيط صناعة، فرص عمل للناس، وأنا كولي أمر جيبي مش مرهق قوي. ولا هاجي أقول لك جيبك مش مرهق إطلاقا، أكيد يرهق، أي حد في الدنيا بيطلع فلوس من جيبه جيبه بيشتكي، إحنا نحب نحط الفلوس في جيوب ننبسط جدا. طيب، فهرجع أقول لك الموسم بتاع التخفيضات حلو وجاد، وبإذن الله ممتد معاك لحد 1 أكتوبر. وبدأت التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري، الأوكازيون الصيفي، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. أنا ملفتش كتير، بس يعني شفت بالمقارنة بأسعار أماكن تانية أنا بجيب منها دايما، الأسعار هنا أعتقد أنها كويسة قوي. فعلا لقيت الفرق كبير جدا حقيقي فعلا، يعني الحاجات ممكن اللي تبقى بتعدي 1000 فعلا بلاقيها ب 250-300 جنيه، ده فعلا أنا شفته. يعني أنا النهاردة وأنا بشتري في بالظبط، كانت فستان المدام جابته كان معدي 800 جنيه، لقيته هنا ب 250. الأوكازيون من ساعة ما نزل في أسعار كتير لطيفة، كانت في حاجات قبل الأوكازيون كان سعرها عالي قوي. أول ما بدأ لغاية دلوقتي الحمد لله أنا ما بقاش عندي أصلا إلا حاجات بسيطة اللي فاتت من الأوكازيون، كان الضغط علينا جامد جدا بسبب الأسعار. بس 50% و125 وحاجات الاولاد برضو نفس الطريقه 125 وخصم 50%، فالحاجات اللي بقت متبقيه الحاجات البسيطه دي بس، ما بقاش في حاجه تانية. في حضرتك اسعار في ب 100 جنيه، في ب 125، 150، 175، 200، 250، عروض كلها فن، حاجات كلها كانت 500، 600 نزلت للنص وكان اقل من النص كمان. الكاشبال كله عليه سيل، الاسعار مناسبه للعمله، وما حدش بصراحه اشتكى من الاسعار، بالعكس وده اللي محسن صورتنا يعني من ضمن البراندات التانية. حقيقة هنا المستوى المحل ممتاز، والأسعار في متناول الجميع، وبكواليتي كويسة. يعني دي تاني مرة عادي أخد حاجات، لا حاجة كويسة. يعني اشتريت برضو مجموعة فساتين المدام، كان 3 قطع وخدنا 3 معهم، كانت حاجة كويسة يعني، ودي برضو تدي فرصة للمواطن ان هو يشتري يعني أكتر من حاجة لو عنده مثلا أكتر من شخص في العيلة يعني.